أما هذا السؤال، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، هذا حديث في المسند من حديث بسر بن أرطة، ويقال ابن أبي أرطة، لكنه ضعيف لوجود مجهول، وفيه من هو مختلف في توثيقه. أما ما يزاد من أنه من قاله عاش بخير إلى آخره فليس هذا معروفا في الحديث، مع ضعف الحديث من حيث الأصل. ولذلك بسر بن أرطة مختلف حتى في صحبته، ولذلك أورده الذهبي في الضعفاء، وتكرار هذا الدعاء أيضا لا أصل له، لأنه لم يرد حسب البحث أيضا وحسب الاطلاع. أيضا ما زاده الطبراني في روايته: من لزمه مات قبل أن يصيبه جهد من بلاء. فعلى كل حال حديث ضعيف، إذن ما زيد فيه يكون من باب أولى في الضعف.